هلا والله وسهلا. شوف اليوم عندنا طبخة فريش جميلة سريعة وبرضو صيفية. خلونا نقول بسم الله ونبدأ فيها. طبخة باليوسف اندي، كيكة بتعجبكم ان شاء الله بإذن الله. اللي يحب يوسف اندي بتعجب الكيكة. نقول بسم الله. ننزل عندنا اول خطوة، عندنا الحليب معها قشر اليوسف اندي نفسه كله مع بعض. عشان عطيه تغير لونه. طبعا بعد كذا نجي نحط صفار البيض مع السكر. شايفين؟ نخلطها كلها مع بعض. كذا صفار البيض مع. خلاص اضمن ان نخلطت 100%. بعدها نزل الحليب. كذا مرة واحدة. بعدها نحرك. ونزلها مرة ثانية خليها تطبخ. أبدأ نزل عندي زبدة اللوز. شايفين؟ الكمية هذه كلها. أبدأ أحركهم كلهم مع بعض. يا سلام. الحين البندق. أحتاج الباودر حقي. أحتاج بسم الله كذا ونطفي. أيوة شجاعة طفت. أسوأ شجاعة. أوكي محطوطة غلط. بس أحتاج كذا بس. شايفين؟ خلاص اللي بنسويها الحين بنسوي القاعدة حقت الكيك، أو نقول مو القاعدة، سبونج حق الكيك. بسم الله ومعه سكر. طبعا شوفوا لو تلاحظون عندي هنا اللي هو البندق واللوز، وهنا اللي هو آيس شوجر اللي هو شوجر باودر. كلهم مع بعض بدي ننزلهم الطريقة هذه على بيض. أبدأ أخلطهم بالطريقة هذه. طبعا نقول بسم الله ونزل عندي هنا في الصينية. شايفين؟ طبعا بعدها نبدأ نفرده ونضبطه. كل الكمية. طبعا عندي اول شيء الحليب هنا، بعدين مع الفانيلا. شايفين؟ خليهم يطبخون. طبعا ليش حطيت الفانيلا الحين؟ عشان ياخذ النكهة والطعم حقه. بنبدأ ننزل سكر على صفار البيض. شايفين؟ نبدأ نحرك كله مع بعض. نكمل السكر مرة ثانية نفس الطريقة. طبعا نقول بسم الله ننزل كده بالطريقة هذه على خفيف. يا سلام هذا خلاص كملك. طبعا نقول بسم الله. شوف خلاص الحين جاهز عندي وخالص. شايفين؟ الحين نبدأ نشكل التارت حقتنا. اللي بحتاجه بقص التارت بالطريقة هذه، وبقص الجوانب حقتها. شايفين؟ بشكل بسيط كذا. بعدين نبدأ نشكلها. بس خل شوي باردة، فأحتاجها شوي تحتر عشان أبدأ أشكل التارت هنا. أول طبقة. شايفين سبونج
بعدها ننزل كروكنتين. طبعا الكروكنتين هذا هو اللي يعطيك خشخشه في الكيكه. يا سلام شايفين كيف؟ طبعا ما ابغى اكثر صراحه. كذا الحين حطيت الطبقة حقت كروكنتين، الطبقة حقت سبونج، الآن الطبقة حقت الكريمة حقتنا. شايفين كذا؟ طبعا مرة ثانية شوفوا حطينا سبونج بالنص، شايفين بالطريقة هذه. بعدين خشخشة مرة ثانية. شوف كيف طالع، تطلع شيء ما شاء الله. هذه ميزة الكيكة، هذه فيها نكهة مو طبيعية. كده خلصنا. بعدين مرة ثانية نقفلها بالكريمة. طبعا الكريمة هذه هي فيها نكهة اليوسفي. نقول بسم الله. شوفوا ننزل عندنا الكاسترد، طبقة هذه كده هنا. سلام نظبطها. شوف الجلاساج عندنا بالطريقة هذه. يا سلام. بعدين فوقها الشوكولات. شايفين كده؟ يا الله شوفوا الجمال، شوفوا الجمال، ما شاء الله تبارك الله. يا سلام. طبعا شوفوا ما شاء الله، انا مره معجب بالكيكه دي، ما شاء الله تبارك الله. طبعا تقريبا 5 طبقات الكيكه هذه، اخذت مني وقت واخذت مني جهد، ولكن الصدق انها تستاهل. ما شاء الله تبارك الله. بسم الله يا حبيبي. شوفوا كيف طالع، شايفين؟ عاد الحين باقينا نجربها معكم، نذوقها نشوف الطعم. بطفي هذه لان حسيت ان خفت كم مره انها بتحرقني صراحه. يا سلام. طبعا انا بقول لكم اني ما جربتها كذاب صراحه، لاني جربتها تو عجبتني بشكل ما شاء الله تبارك الله. ناخذها كلها مع بعض. يا سلام.